مرة كبيرة. شوفوا يا البنات، شوفوا يا البنات، أيوا شوفوا يا ربي يا ربي الحبيب يا ربي الحبيب، شوفوا يا البنات، شوفوا يا البنات، شوفوا يا البنات. السلام عليكم شباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ قال لك يعجز اللسان على التعبير، ماشي عجيز، الحقرة فين كتوصل؟ والله ما لقيت منين نبدا، حيت انا جاتني الصدمه. يلا وصل لي الفيديو، يلا. انا والله ما شفت شي حاجه، صبحت هذا النهار والله ما رجعت ملي فقت مع 6 ديال الصباح. شوف غير وجهي والله الا تخطف، ماشي خافت ولا شي حاجه، لا. علاش بنادم كيكون يتيم مقطوع ماشي حتى شي حاجه، ولكن هنا تكونوا شفتوا المقطع في الاول، جيت نهضر على جنيده ما عرفتش. فهاد السيمانه غاديين مجموعين انا وابتسام وجنيده، ولينا مهددين، كلشي كيتصل كلشي كيصوني. شوف ما عرفتش منين غنبدا، والله القسم طال هاد الدرجه. دابا والله الا كنت في كوزينه اتصلوا بيا شي صحاباتي، وحده من المانيا، وحده من الحسيمه، وحده من سلوان. نجات عندك حدي راسك، واش شتي جنيده اش وقع ليها؟ انا والله ما شفت شي حاجه، والله القسم ما توصلت بشي حاجه. دخلت قلت داك الساعه ولات يدي كترعد، دخلت التيك توك كنقلب، قالت لي واش شتو جنيده اش وقع ليها؟ قلت لي اش وقع ليها ياك؟ لاباس، انا صحاب لي وقعت ليها شي حاجه، ما عرفتش يعني، صافي تخلعت، جاتني في شكل. قالت لك راه لقات شي حاجه عند الباب. حتى هنا زعما حتى لهاد الدرجه وصلت بكم، حيت انا يعني عانيت نفس المشكل. دابا والله ما لقيت منين نبدا، ولكن بنادم ما عرفتش والله القسم، ما فهمت وما بغيتش نفهم، والله ما بغيت نفهم انا هذا الشيء. شوف والله الا هزاها في يدي وهابطه من السطح، نشرت وكنجمع يعني من الصبح. بنادم خدامين شغلنا ودايره الكاميرا صافي، حتى كنصور الروتين ديالي عادي هكا هكا، الا هذه ما كنتش دايرها المقبض. دابا داير بنادم، والله ما لقيت منين نبدا. حسبي الله ونعم الوكيل، يتيمه مسكينه ما دايره حتى شي حاجه لحد، خدامه شغلها، خدامه على راسها، ما زعما كتصدع حد، ما عرفتش، ما والله ما عرفت. انا وقع لي نفس المشكل، والله القسم اقسمكم باليمين الى عندي الفيديوهات في التليفون، لقيت داكشي عند الباب وحد الان كنلقاه. انتم جيراني شاهدين عليا وعارفين، خصوصا جارتي غادي تقول لكم ياسير فتح الباب لاختك، الدراري عاد مساكن كيدخلوا من المدرسه. وقع لي نفس المشكل، رشان عند الباب، الحمد لله بنادم كيدير اذكار كيصلي، كنخرجوا موضين والحمد لله سيدي ربي. ما نقولوش حنا مزيانين، راه حتى واحد ما عايش مزيان، ما نقولوش حنا مراضين، الحمد لله ولله الحمد، ولكن لهاد الدرجه كنا ولينا مهددين في التعاليق، ما خلاو ما قالوا، قلنا معليش راه كل واحد والاخر، ولينا مهددين في واتساب، ولينا كلشي. دابا وصلت بكم لهاد الدرجه تمشيو عند بنت الناس ترشوا ليها؟ اش دارت ليكم؟ ما عرفتش والله، ما فهمت شي حاجه. شنو دارت؟ لبست لبس اللي بغات، حره في راسها، ما هي ورجلها كنشوفهم عايشين مزيان، وحنا غنحكموا فيها، نقول ما تلبسيش ما تقي. والله القسم لهالدرجه انا ما يمكنش ما يمكنش، قسما بالله الا جيت نوريكم انا التصاور طلع لي عفاك كوتر داك الفيديو اللي كان عندي مرشوش داك المره، داكشي الكحل عند الباب، والله الا كثر من عام ما تحديش الطبله راه كديري لي الفيديو. عرفتوا ملي سمعت هاد الاخر اتصلت بها مسكينه ما كتهزش التليفون،
يمكن جابت شي راقي، مشات للكوميساريه، مشات مسكينه ضروري تمشي تدافع على راسها. بنادم خدام على راسو من الدار للخدمه، من راه خدمه، راه هادشي ماشي تفليه ولا ما نعرف. دابا شوف المتتبعين ديالي ما تديوش عليا، حيت جاتني في واحد الاخر ما اش غنقول لكم، جاتني في شكل، والله القسم الا جاتني في شكل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنت كنسيق انا وبنتي، مش هذاك الفيديو كوطر، كنا كنسيقو انا وبنتي. شوف هذا راه اكثر من عام، شوفوا ها هبطت انا الماء، طلعت تبعتني هي بالكراطه، انا داك بلاصه كنت سيقتها، تبعتني هي بالكراطه في الاخر كتعيط لي اما ماما ماما ما جيت تشوفي. شوف شنو لقيت، شي حاجه معها القهوه وكحله وما كتحيدش، ما كتحيدش من الارض. ها نتوما القهوه كتبقى من الفوق، داكشي كيبقى ايس ما تقيسيش الطبله، كيبقى داكشي مزلان. نتوما الماء والله القسم الى كاين الناس من العائله شافوه، كاين صحاباتي، كاين جيراني اللي شافوا هاد الشيء هذا، وكاين عاد واحد اخر كان ترشط ليا الباب في الجناب، ما قلنا والو. اصحابكم حنا ما عرفتش طايرين، كتشوفونا ضاحكين لابسين خارجين، اصحاب ليكم حنا ما نعرف شنو. شوف بحالنا بحالكم، اي واحد عنده همو، اي واحد عنده مرضو، اي واحد عنده، شوف احنا عايشين كلشي بحال بحال، الا حنا كنفخيو زعما نفاجئوا عليكم، نفاجئوا عليكم من يعني بنا بالله يحسن العوان. حتى حنا كنبغيو شي حاجه كتفاجا، ما كنبغيو شي حاجه اللي كتقمح كتزيد الهم على الهم، راه كل واحد اللي فيه يكفيه، ولكن توصل بهم لهاد الدرجه حسبي الله ونعم الوكيل. والله الا كنحس الجسم ماشي بالخوف، بالاعصاب، بالاعصاب كنشوفوا حنا ما دايرين حتى شي حاجه لشي حد، حتى شي حاجه ما دايرينها لشي حد. العام اللي داز في العاشورة عاود لقيت الجناب ديال الباب شي حاجه مرشوشه تما دايره بحال الزيت، هذاك الزيت اللي كنبدلوا الموتور ديال السياره، كنديرها الماء سخون كتحيد ملي كيجي العوين. المهم البرد كيصوت البرد، داك الغبره كتجمع فيه داك بلاصه، ما خليت كيتاكراسه، ما خليت جابين، ما خليت الماء سخون، صافي خليتها هكاك، ما عندي ما ندير، حسبي الله ونعم الوكيل. اقسم بالله ما لقيت باش انا باش ما عرفتش، ما مشى ليا، مشى طار ليا الفريخ من راسي. اش درت لكم السيده؟ هذيك راه حياتها، ما نحكموا حد في حد، ما يحكم فينا حد، راه كل واحد. متتبعين ديالي هذا كنهضر مع الاشخاص يعني باينين، و ماشي كنهضر مع المتتبعين. واحد الفيديو حطيتو عليها البارح، السيده دايره الفولار وعجبني الحال وفرحت، كنقول يا ربي كتبوا الناس تعاليق زوينين باش نسجعوها. عرفتوا جنيده بقى ليها غير دير الحجاب، اقسم بالله الا عندها القلب العسل، القلب ديالها داير كيحليب. كنشوف انا السيده ما دايره حتى شي حاجه لشي حد، حنا كنسجعوها، ما نقولوش راه كدير شي حاجه ولا كيما كيقولوا في التعليق، هذيك راه حياتها، انا حياتي انا كندير، هي كدير، هذا كيدير، كلشي كل كاملين حنا كنديروا اخطاء، حتى واحد ما كيعيش ملائكه، ولكن لهاد الدرجه جيبي شويه الماء نشرب، ولكن لهاد الدرجه صافي حسيت والله القسم الا شحفت. يا ربي هادشي يخرج على خير. اتصلت بها كنصوني كنصوني كندير اوديوات والو، كنصوني عليها والو. هزت معايا مرات خوها وقيله ولا خالتها ما عرفت، المهم الدار عامره عليها بعائلتها، كاين خوالاتها، كاين المهم كنسمع الهراج داكشي عمار باش الناس يعني يسيقوا داكشي يقراو القران. جيبي لي واحد شويه د الماء من الروبيني معليش، غير شحفت. حشومه لهاد الدرجه، حسبي الله ونعم الوكيل، حشومه لهاد الدرجه. بنادم خدام على راسو وداخل سوق راسو، ما عرفتش هي هبطت جات غير هنا عندها، هنا عندها الشغل ديالها، راه ما يمكنش بنادم يقطع الورقه يجي مليح باش يجي باش ياكل الدق، ياكل الضربه. البارح ما شفناهاش كاع، مسكينه نهار كامل كان عندها نهار عامر، جات على شغلها كتجري على ورقها وشغلها وشعل من حاجه على همها حتى هي. بنادم راه اللي فيه يكفيه، عايشه يتيمه لا اب لا ام، بحالي بحالها. حنا ما بسم الله والله الا شحفت، كنحس فمي صافي ما قدرتش نهضر. ايوا حسبي الله ونعم الوكيل،
حسبي الله اللي كيدير شي حاجه ترجع له، والله القسم الا اللي كيدير شي حاجه ترجع له. شوف كيقول لك اللي زرعتيه تحصده، بنادم اللي كيدير الخير كيحصد الخير كيلقى خير، اللي كيدير شي حاجه في طريقه كيلقاها سواء مزيانه ولا خايبه. هادشي اللي كاين والله ما عرفتش انا لهاد الدرجه. حنا كنلقاو حيوان مضرور في الطريق قلبنا كيتقطع، وعاد نمشيو حنا نضرو انسان. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يخلصكم في الدنيا قبل الاخره، سواء اللي كيضرها هي ولا اللي كيضر اي واحد بالسحر، اي واحد بالسحر. اما الفم خلاص، اما داكشي اللي كيوصلنا خلاص، اما الاتصالات من وحده لوحده، اما التهديد في واتساب ولا التعاليق، هذاك الشيء خلاص كنقولوا يمكن ما عرفتش، ما والله ما فهمت شي حاجه، والله ما فهمت. انا بعد ما كنعاشر حد، ما كندخل عند حد، ما كندخل عندي حد، والحشيه الهضره عاد من الفوق. داك النهار ملي درت المهم روتين في صاله في الصالون ديالي، قالت لي وحده في التعليق صالون قداش هو الضياف والو. اش غندير بالضياف؟ كنت كندير الضياف، وقاش ما درت الضياف، ماشي اي ضياف، وما عارفين شكون. ملي كنجي نكرت كنجبد الحروز تحت الاخر تحت الفراش، سمعتوني؟ انا الدار اللي ساكنه فيها دابا لقيتو في الطبله ديال التلفازه، اقسم بالله الا لقيتو في الطبله ديال التلفازه، ولكن الطبله ديال التلفازه ما كانتش عندي هنا، هزيتها من الدار اللي كانت عندي الاخرى ساكنه، بحال اللي جايبات اللي جاي ضل اللي جاي جلس اللي جا. اما دابا دايره حسابي ولله الحمد، دابا دايره حسابي، لقيتهم لاصقين في الاخر في واحد بواطاغوز صغيره فيها شي حجر شي خشب شي كلشي محروق، داكشي كحل لاصق بالكولا، قسما بالله الا لاصق بالكولا، راسي دي ربي عارف وشاهد. حسبي الله ونعم الوكيل. مازال ما شبعتوش، شنو بغيتو؟ تشوفوا كلشي مشتت كلشي مريش، والله القسم قبيله حسيت بقلبي قلبي كيضرب دابا، وليت ما عرفتش طلعت فيا السخانه، والله القسم الا طلعت فيا السخانه. حسبي الله ونعم الوكيل، والله اللي دارها زوينه، والله القسم طير الضلو داك سيدي ربي الصرف كما دايره. انتم عارفين روسكم ومازال جاياكم ومازال اداد. كنهضر مع اللي تابعني انا، اللي كينساو الوسخ ديالهم كيحيدوه الجنب كيبقاو يذكروا في عباد الله بنات الاصل ونفصل. مازال جاياكم وعارفه كل شيء وعارفه اللي كاين. اما بنت الناس مسكينه يتيمه اللي الدموع دائما في عينيها فوقاش ما سمعت شي حد كيهضر على الوالدين، وهي مسكينه بدات حشومه عليكم، والله الا حشومه. حسبي الله ونعم الوكيل. والله الحبايب ديالي راه ماشي كنهضر مع كلشي، اللي كنهضر معاهم راهم عارفين روسهم، هما الاولى اللي كيتفرجوا في الفيديو، اللي كارهين اللي حقدين اللي ما نعرفين. شوف كاين عاد هاد الانسان هاد الاشخاص كنعيشوا معاهم يستنشقوا معنا الاكسجين فوق الارض، عاد كاينين. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، والله العظيم ما عرفتش. كتضلوا عاود فلانه دخلت فلانه خرجت فلانه، راه وصلوني داكشي اللي قلتو، راه كلشي وصلني، دخلت خرجت. علاش سيدي ربي كيعطي الله كيعطي النهار وكيعطي الليل؟ علاش انتوما واحد النمره اخرى عاود حدي راسك انا جات، راكم مهددون. حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ الحق، والله القسم الى الله ياخذ الحق. كلشي كيوصل، اي حاجه كتخرج لكم من الفم كيوصل. انا وليت من عائلتي وليت كنتعاير باليوتيوب، عاد غادي نقول لكم من دمي ولحمي ولاو كيعايروني بيوتيوب، اما شي حاجه اخرى خلاص شي حاجه اخرى. حسبي الله ونعم الوكيل، دعيتكم عند الله. اللي دار شي حاجه زوينه اسعدته، اللي دار خايبه الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي غنقول لكم، والله ما كاينش شي حاجه نقولها لكم شي حاجه اخرى. السيده مسكينه ما عرفت اش غيوقع ليها، قالوا لي حالتها حاله
عيت منصوني عليها قالت لي ما نعرف خالتها ولا ما حيت التليفون كيبقى يتناقل من الهادي لهادي. قالوا لي ما تقدرش تهضر معاك نهائيا، حتى الصوت ديالها ولا مبحبح، الصوت ديالها ولا مسكينه مبحبح كنسمعها كدير. شافتها شدتها في كاميرا، دابا المشكل شدتها في كاميرا، عندها الدليل وعندها كلشي، تمشي للكوميسارية مشات ودارت كلشي، تمشي للكوميسارية تمشي لاي بلاصه. ما تقولوش عاود راه بغيتو ديروا البوز ياك بنادم الا تقطعوا له رجلين صافي راه قطع رجلوح باش يدير البوز، راه شوه راسوح باش يدير البوز. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، الله ياخذ الحق. حبايب ديالي هذه غير رساله، سمحوا لنا باش تعرفوا شحال كنهزوا في اليوتيوب باش كنوصلوا لكم داك الفيديو. حنا مهددين، حنا كيهدونا، ما عرفت علاش نجاة وابتسام وجنيدة كيخرجوا مجموعين. عندنا الخدمة مشتركة باش وحدة تعاون الأخرى، شي كيعاون شي، ها علاش كنخرجوا مع بعضياتنا؟ فهمتوا دابا علاش؟ شتو شي شركة ملي كيكونوا موظفين فيها كيمشيو مع بعضياتهم حيت عندهم الخدمة مشتركة، الخدمة وحدة. كنبغيو الخير لغيرنا كما كنبغيو لروسنا كنبغيو لغيرنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حبيب ديالي اي واحد يحدي راسه، اي واحد دابا اي حاجه ديرها، تشريو قميجه تشريو الصباط تحديو راسكم، فهمتوني؟ دابا السيده ما نعرف واش ما كنت غنمشي عندها دابا، قلت غنمشي نزيد، انا اصلا هادشي ما عرفتش، غنمشي نزيد الراسي، ما بغيتش نشوفها في شي حاله. هي ضحكيه ودائما ناشطه مسكينه، كتضحك وكتبكي وكدير كلشي ما شاء الله عليها، ولكن دابا في الحاله اللي عاودوا لي صبحت هذا النهار ما بغيتش نشوفها. نتوما عارفين هادو، عارفين روسكم، عارفين روسكم وبلا ما ندير حيت ما تستاهلوش تديرو. اما المتتبعين ديالنا ضعيو معنا بالسترة والسلامه. ياسمين حيد رجلك، دعيو معنا بالستره. شتو شحال كنهزو على فيديوهات باش يوصلوا لكم، نفاجئوا عليكم. يلا بسلام عليكم الحبايب ديالي، سلام عليكم. حسبي